السلام عليكم. Hello everyone, this is your teacher أيوب. إن شاء الله بهذا الفيديو راح نشرح القواعد تبعون الوحدة الخامسة. بلش بأول قاعدة اللي هي عنا made of useful. قاعدة كثير بسيطة وسهلة إن شاء الله. عندي made of اللي هي معناها مصنوع من، تمام؟ و used for عندي معناها يستخدم لي. بس أول شيء نبلش ب made of. made of معناها مصنوع من، تمام؟ فأنا بدي أستخدم عشان أحكي عن شغلة هي مصنوعة من مادة معينة. فطلع شو حط لكم انا بين اقواس اللي هي كلمه ماتيريال اللي هي معناها الماده، تمام؟ فدائما بعد made of هذا الاكسبريشن تعبير بستخدم بعديه ايش؟ اسم ماده. يعني طلعهم بالمثال this jacket، تمام؟ هذا هاي الستره وهذا الجاكيت، تمام؟ هاي noun، بلشت انا الجمله بناون عادي اسم، تمام؟ بعديه حطيت is علشان مفرد بدي استخدم هون verse to be، فبتصفي الفورم عندي يعني مثلا noun is أو are. يعني مثلا إذا إجت عندي these jackets، تمام، لازم أحط these jackets are made of، تمام. أما هون إجت عندي مفرد فبحكي this jacket is made of، تمام. بعد ال verbs ال is أو ال are من هم ال verbs to be بحط made of هذا ال expression، بعدها بحط اسم المادة، تمام، اللي هي مثلا هون إجت عندي leather اللي هو جلد، فبصير عندي this jacket is made of leather، يعني هذا هاي السترة وهذا الجاكيت مصنوع من الجلد، تمام. يعني ما بزبط أحط بعد made of أي كلمة، لا، لازم أحط إيش؟ اسم material، اسم مادة، تمام. بالنسبة عندي the used for نفس الفورم بطلع، يعني بكون عندي noun is أو are بعدها used for بعدها إيش بطلع عندي the use بكون إيش ماله verb ing. the used for معناها كمصطلح يعني كexpression بكون معناها يستخدم لي، تمام. فعندي دائما بعد يسفر لازم احط اليوز اللي هو الاستخدام، بكون الفورم تاعه verb ing. شوف المثال هون this charger، تمام، هذا الشاحن is used for، ها طلع هون verb ing، اجت اخريته ing for charging laptops، هذا الشاحن يستخدم الشحن اللابتوبات مثلا، تمام. فطلع هون اجت ايش عندي بعد يسفر مع هاي يستخدم لي، اجت عندي verb ing وهذا verb ing عبارة عن استخدام. يعني ما بزبط مثلا احط this charger is used for leather، يستخدم للجلد، تمام. ما بزبط احط اسم مادة، الاسم المادة بس made of، تمام. وما بزبط برضو بعد made of احط مثلا charging laptops، لا، بصير الجملة غير منطقية. فدايما بعد used for بحط استخدام بكون verb ing، وبعد made of بحط اسم مادة اللي مثلا عندي بيكون leather، plastic، paper وهكذا، glass ممكن، تمام. هسا هي بالنسبة ل made of useful. هسا ننتقل على القاعدة الثانية اللي هي عندي أنا possessive apostrophe اللي هي بتكون عبارة فاصلة علوية بتيجي معها اسم نسميها اسم الملكية، تمام. بنضيفها علشان نحكي إنه في هذا الإشي المعين بنتمي لهذا الشخص المعين أو هذا الشيء الآخر، تمام. مثال this is the teacher's pencil، هذا هو قلم الأستاذ. This is the student's pencil أو this is the student's book، تمام؟ هذا كتاب الطالب، أوكي؟ فعندي أنا إيش؟ بستخدم الإس علشان أحكي إنه والله هذا الشيء المعين بنتمي للمعلم أو بنتمي للأستاذ أو عفوا بنتمي للطالب وهكذا. فحكينا هون we add an apostrophe with S to a noun، إحنا بنضيف على الإسم ما بنضيف على الفعل the possessive apostrophe، تمام؟ هنشوف المثال this book belongs to أحمد، تمام. هون هذا المثال بحكي لي إنه هذا الكتاب ينتمي لأحمد أو لأحمد هذا الكتاب، تمام. بس بدي أستخدمها، بدي عفوا أحب أقول الجملة باستخدام possessive apostrophe. إيش بصير عندي؟ This is أحمد's book، تمام. This is أحمد's book. طلع كيف أنا هون حطيت الإس، تمام. هي عندي الاسم هو أحمد نفسه اللي هون، حطيت بس فاصلة علوية فوق وحطيت معها الإس، تمام؟ نسميها اسم الملكية. إيش صار عندي أنا؟ This is Ahmed's book، تمام؟ هون طلع صفة إنه عندي الكتاب هذا book بنتمي لمين؟ أحمد. فأي اسم بيجي أو عفواً أول اسم بيجي بعد الإس، تمام، هاي مع الفاصل اللي هي بسميها possessive apostrophe بتكون إيش هي؟ هذا هو الإشي اللي بنتمي لهذا الشخص. يعني هون إجت عندي book مباشرة إجت بعد إس، معناته البوك هو اللي بنتمي لأحمد أو هو ملك لا أحمد، تمام؟ في عندي هسه ملاحظة، إذا تيجي عندي الأسماء مثلا عندي أحمد، إجا مثلا عندي plural جمع أو إجا عندي singular مفرد،
هسا بدنا نشوف كيف الفرق بيناتهم. بحكي لك هون if the nouns تمام sorry if the noun انا كاتب هون ناقص if the noun is plural we add apostrophe without s for regular plural nouns. يعني شوف المثال box بتصير هيك box ما بحط اس ثانية ما بزبط مثلا والله اعمل زي هيك بصير boxes لا هيك غلط ولازم ايش احط box من دون ما اضيف اس. طيب ليش هذا الحكي كلياته صار؟ عشان بحكي لك هون اذا الاسم جمع اذا كان جمع plural يعني هون عندي كلمة box ايش مالها plural جمع مش book لحاله. اوكي بحكي لك احنا منضيف الابوستروفي منضيف هاي هي الابوستروفي يا شباب هي الفاصلة العربية معناها apostrophe without s من دون الاس. هسه انا بعرف هون ضفت apostrophe مع الاس تمام بس هون بحكي لك اذا اجى الاسم نفسه مثلا بدل احمد هون اذا اجت مثلا بوكس تمام لا ما بصبط اضيف انا اس ثاني. لكن باي حالة اذا كان الاسم ماله regular plural nouns تمام يعني ايش اسماء جمع منتظمة. يعني شو اسماء الجمع المنتظمة واسماء الجمع غير منتظمة؟ اسماء الجمع المنتظمة يا شباب اللي هي اي اسم انا بدي اجمعه بضيف عليه اس بوكس trees windows tables screens papers تمام كل هاي الاسماء انا حكيتها بكون عليها اس بالاخير هاي اس الجمع العاديه البلورال اس تمام لان حتى اجمع الشغله لازم اضيفها عليها. طيب في عندي اسماء والله ما بزبط اضيف عليها الاس حتى اجمعها مثلا كلمه من اوكي مان رجل لاجمعها بتصير من طب انت ما ضفت عليها اس صح مع ذلك كلمه من جمع فهي انا بحكي irregular plural nouns اللي هي عندي اياها هون irregular plural nouns عندنا الاسماء الغير منتظمه تمام هي اللي بدي اجمعها بضيفش عليها اس حكينا man men woman women مثلا ox oxen وهكذا child children تمام عندي اسماء زي ما حكيت مره ثانيه غير منتظمه اذا بدي اجمعها ايش ما بضيف عليها اس لا يعني ايش لها اشكال اخرى هاي الاسماء اللي لها اشكال اخرى هسه بنيجيها هسه بالنسبه للي منتظمه اللي انا لازم اضيف عليها الاس حتى اجمعها مثلا حكينا بوكس بيبرز هاوسز ستريتس تمام ايش هاي الاس ما بقدر احطها لا عفوا البوسيسيف اس بقدرش احطها برضه وانا اصلا عندي اس جمع تمام بلورال اس يعني هيها بوكس ما بزبط احط هيك مثلا عندي pencils برضو ما بزبط احط هيك كمان s تمام لا لازم ايش اشيلها اوكي يعني طلع هون بتصير هيك books بس ايش اهم شيء اني اخذ الفاصلة عشان اعبر انه والله انا هاي بدي احكي انه هاي الكتب بتعود لشخص معين مثلا these books مثلا او بحكي مثلا these are the teacher's books تمام هذه كتب الاستاذ تمام مجموعة كتب اوكي يعني طلع مثلا في المثال كيف ممكن اكتبها these are the teachers مثلا او لا سوري مثلا بحكي طلعهم. These are the box covers. هذا الكفر هو اللي بكون يعني جلدة الكتاب زي ما تحكي غطاء الكتاب. فعندي أنا بحكي these are the box covers. يعني هذول أغطية الكتاب. عفوا الكتب. تمام؟ فعندي أنا هون إجت جمع. طب أنا بدي أحكي هذول أغطية الكتاب الواحد بس كتاب واحد. خلاص بحطها هيك. تمام؟ إنه والله هاي كتاب واحد بالأصل هي كلمة بوك لحالها. ضف عليها اس الملكية زي ما هي تمام لكن اذا جت عندي جمع اكثر من كتاب بوكس بس بضيف الفاصلة العلوية وخلص الابوستروفي ما بضيف اي اس ثانية او اي اشي يعني هيك غلط لازم ايش بس اضيف الابوستروفي تمام هاي بالنسبة لل ايش اللي عندي الريجولار بلورال ناوز تمام لكن لما تيجي عندي الريجولار مثلا زي ما حكينا child children woman women man men أوكس أوكسن وهكذا يعني أسماء اللي أنا ما أجمعها ما بضيف عليها إس هاي بعملها نفس معاملة المفرد
تمام. يعني مفرد عندي مثلا هاي، عندي أحمد، أحمد ضفتها زي هيك، الإس زي ما هي، هي والفاصلة، ولا شلت إس ولا حذفت ولا إشي، ضفتها زي ما هي. فأنا هدول بعاملهم معاملتهم جدا سهلة، نفس معاملة المفرد. يعني هاي children جمع child، تصير children children's، ها ضفت الإس ولا حذفت إس ولا إشي. من جمع man تصير men's، تمام. عاد ضفت الإس زي كأنه بعملها معاملة المفرد للكتابة، تمام.